بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة روزما منصور سعادة حرم رئيس مجلس الوزراء في دولة ماليزيا. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في بلدكم الثاني قطر، وأشكر القائمين على هذا الملتقى لتخصيصهم جلسة خاصة للسيدات لتناقش مواضيع تهمنا جميعا، كتمكين المرأة وتشجيعها، كما تبحث في أسرار نجاحها في بيئة العمل التي يسيطر عليها الرجال في بعض الأحيان، أو بالأصح في معظم الأحيان، وتدرس ربما كيفية إيجاد حلول لتشجيع التبادل التجاري والثقافي. السيدات والسادة، لقد شهد الاقتصاد العالمي صعوبات لا تخفى على أحد في السنوات الماضية، ظهرت على شكل تذبذب متواصل بين الركود والانتعاش. هذه الصعوبات تؤثر على جميع الدول، لكن أثرها على الاقتصادات النامية يبدو أكبر بكثير، خصوصاً وأن هذه الصعوبات تأتي عادةً من عوامل خارجية لا قدرة للدول النامية على التحكم بها، مثل أسعار النفط وأسعار الفائدة وغيرها. ضعف الاستقرار الاقتصادي غالباً ما يؤدي إلى موجات سلبية من زيادة معدلات التضخم وانخفاض المعاشات والأجور وفقدان الوظائف